رحمة الله وبركاته. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلك كل شيء جديد. شرح تطبيق لوتس كوتر. طبعا هذا التطبيق مثل ما نقول تطبيق غير مهم والكثير جاي يبحث عنه. هذا التطبيق هو عبارة ينطيك مجموعة من الخدع في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتساب الفيسبوك والانستا. هذه المجموعة من الخدع مجمعين معلومات داخل هذا التطبيق، يعني هذا التطبيق ما يسوي شيء، فقط ينطيك الفكرة والمعلومة الخدعة الموجودة داخل التطبيق. نضغط على التطبيق، طبعا رابط التطبيق بالوصف إذا حبيتوا تحملوه. تظهر لنا هذه الواجهة اللي هي الواتساب، الانستا، والفيسبوك، عبارة عن معلومات للخدع وعبارة عن شرح للخدع. على سبيل المثال نضغط على الانستا، يقول لك كيفية اخفاء نشاطك على الانستغرام. مثلا نضغط على اخفاء النشاط، لازم يقول لك لازم الشاهد اعلان. طبعا هذا التطبيق هو ميزة الربح لصاحب التطبيق من خلال مشاهدة الاعلانات. بعد ما خلصنا الاعلان رجعنا لكم. هذه هي معلومات كيفية الاخفاء نشاطك على الانستغرام. انت من خلال ما تقرأ هذه المعلومات راح تعرف كيفية اخفاء النشاط من خلال الدلائل اللي قايل لك عليهن في الشرح. كذلك معرفة من يشاهد الستوري هم كذلك، فقط شرح لي المعلومة. الفيسبوك، الواتساب، عندك هم نشاط الأسماء على الواتساب، جعل آخر ظهور بتاريخ في الواتساب. هذه هي كلها معلومات موجودة هنا، اكو اشخاص يعرفولها بدون الرجوع الى هذا التطبيق، واكو اشخاص ما يعرفولها يلقونها بهذا التطبيق. اتمنى تستفادون من الفيديو ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.